موقع أنا السلفي. إن الذنوب والفسق الخروج عن شرع الله هو المهلك للأمم والشعوب، والناس يظنون دائما أنهم قادرون على ما تحت أيديهم وأنهم هم الذين يتصرفون، كما قال عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالناس يظنون أنهم يملكون الأرض والسماء، وأن جريان العادة بنزول المطر وجريان الأنهار ونبات الزروع، مع أنهم لا يملكون شيئا من ذلك، لكن ظنوا لجريان العادة أنهم قادرون عليها وأنهم هم الذين لا بد وأن تحصل لهم الحسنى، وعند ذلك يظهر الله آيات قدرته وأن الأمور كلها من عنده، فيأتيها أمر الله ليلا أو نهارا فيجعلها حصيدا حطاما كأن لم تكن بالأمس ناضرة جميلة بهية. الله يفصل الآيات لقوم يتفكرون. وفي آية سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، بيان أن هذه الأمور كلها بإرادة الله، بيده عز وجل أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله عز وجل هو سبحانه يدبر الأمر. ولذا قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية، فإرادة الله سابقة ومشيئة الله فوق مشيئة العباد، وإن كان قد أعطى للعباد قدرة ومشيئة وجعلهم يقدرون على فعل أفعالهم بمشيئتهم وقدرتهم، ولذلك يحاسبهم فلا يدعوا أن الله ظلمهم، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة كما أخبر عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فالله لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. وسبق إرادة الله لا يعني عدم مسؤولية العباد، لأنه أراد أن يكون للعباد إرادة وقدرة بها تقع أفعالهم، فجعلهم الله فاعلين حقيقة، وإن كان الله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم. والله خلقكم وما تفعلون، والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، لكنه خلقها من خلال قدرتهم وإرادتهم، كما أنه خلق الولد من خلال أبيه وأمه، وجعل مسؤولية هذا الولد في رقبة أبيه وأمه، مع أنهم لم يخلقوه لكنهم أنجبوه. فكذلك العبد يفعل أفعاله وليس يخلقها، والله عز وجل خلق له القدرة والإرادة كما خلق الأب والأم وأنجب منهما الولد، فقد تولد الفعل من القدرة والإرادة، والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وله الحكمة في ذلك ليري العباد آياته لكي يتعظوا إذا أهلك الله أمة من الأمم، إذا أصابهم الجد والقحط وقلة الطعام والشراب وقلة أسباب الحياة، فبفجورهم وبفسادهم
وبمنكراتهم، وأعظم ذلك الشرك بالله. ولذلك قال عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. فهذا الأمر أمر كوني، مثل قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومثل قوله عز وجل عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الأمر الشرعي كان: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما الأمر الكوني أن يقعد المنافقون اقعدوا مع القاعدين، فكان ما قدر الله بعدله من خلال إرادة هؤلاء وفسقهم وفجورهم، فلم يظلمهم سبحانه وتعالى. وليس لأحد أن يخلط بين الأمرين. وإن من الخطر العظيم في العقيدة أن يقول الإنسان: لو شاء الله أن يهديني لهداني، ويظل على كفره ويظل على معصيته، يحتج بالقدر ويقول: أنا لا دخل لي، أنا يقع علي فعل الله وأمره، ولذلك إذا هداني الله اهتديت، ويظل يفعل الفواحش، يشرب الخمر والمخدرات، يفسد في الأرض، يعبد غير الله، ويقول: لو شاء الله ما أشركنا. هكذا قال المشركون ومن قبلهم. قال الله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لم ينفعهم هذا الاحتجاج بالقدر وأن الله لو شاء ما أشركوا، هي كلمة حق يراد بها باطل، يراد بها أنه لا تلزمنا الشريعة، كالذين يقولون: فلان مذموم بلسان الشرع ولكنه بلسان الحقيقة محمود، فيفرقون تفرقة خطيرة، يجعلون الشرع خلاف الحق، ويرون أن ثبوت الأمر الكوني عذر للناس، فيكونون محمودين، حتى إذا قال قائلهم: أنا الله، أو قال: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وهذا الكفر البواح، مثل كفر فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فهؤلاء مذمومون شرعا ولا عذر لهم عند الله كونا، قد قدر الله عليهم ذلك بظلمهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو عز وجل أعلم بالظالمين، فوضع الظلم في موضعه اللائق به، وضع البذر الخبيث في الأرض الخبيثة، ولا يكون في ذلك حجة لزراع الأرض الخبيثة الذين رعوا هذا البذر وسقوه ونموه حتى أثمر الثمر الخبيث. فلا تحتج بالقدر، فإن الاحتجاج بالقدر مذهب إبليس حين قال: ربي بما أغويتني. ولا حجة لأحد، وإن دخلوا النار احتجوا بالقدر فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. تأمل الحجة التي يذكرها الله عليهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا
حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أنستكم فتنتهم وتعذيبهم والطعن فيهم، أنساكم ذلك ذكر الله، انشغالكم بعذاب المؤمنين وذم المؤمنين أنساكم ذكر الله، عداوة المؤمنين أنستكم توحيد الله، فلم تنفعهم ربنا غلبت علينا شقوتنا. لم ينفعهم احتجاجهم بالقدر، وإنما عذبوا بسبب عملهم، عذبوا بسبب أن أهل الإيمان كانوا يدعونهم إلى الله فأبوا أن يقبلوا وسخروا منهم حتى أنسوهم ذكر الله وكانوا منهم يضحكون وكنتم منهم تضحكون. نعوذ بالله. لذلك نقول لا حجة لأحد في الاحتجاج بالقدر، وإنما الهلاك يكون بسبب الفسق، كما قال سبحانه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وأما قوله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فمعناه لا يأمر بها شرعا، وأما ما يكون في الوجود وما يقع في الكون فيستحيل أن يخرج عن أمر الله الكوني وإرادته الكونية وخلقه سبحانه، فهو الذي خلق إبليس، وهو الذي خلق فرعون، وهو الذي خلق أبا جهل وأبا لهب وخلق أفعالهم، ولكن هم فعلوها، ولذلك ذمهم عز وجل فقال ففسقوا فيها. ومن أهل العلم من قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أمرناهم بالشرع فخالفوا، مثل ما تقول لمن عصاك فأصابته مصيبة أمرته فعصاني، أمرته بالطاعة فعصاني. وإن كان الأول التفسير الأول أن هذا هو الأمر الكوني القدري الذي لا حجة فيه للمشركين، فلله الحجة البالغة، هذا القول أظهر، لأن الله علق الأمر على إرادته وهو يريد أن يهلكهم. لماذا يريد أن يهلكهم؟ لأنهم يفعلون الفسق. قال سبحانه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، والقولان متلازما المعنى، وذلك لأن الفسق معناه الخروج عن شرع الله، فلا بد أن يوجد أمر شرعي يأمر الله العباد بالطاعة وينهاهم عن المعصية على ألسنة الرسل، فعند حدوث الفسق حق عليهم القول، فالله يهلك الأمم بالحق والعدل لا بالظلم والباطل. هو عز وجل لو أراد لهدى الناس جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال في الآية الأخرى ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، فبسبب كفرهم وعدم إيمانهم جعل الله عليهم النجاسة، الرجس نجاسة الاعتقاد ونجاسة العمل ونجاسة الفسوق. إن الخطر العظيم عباد الله ليس في قلة ما تنبته الأرض وقلة ما ينزل من السماء أو قلة ما في الأنهار من ماء، هذه أمور سببية، والله عز وجل جعل الفسق هو السبب للهلاك. فمخاطر الفسق في المجتمع أعظم من مخاطر الفيضان إذا زاد، والمطر إذا قل، والأنهار إذا جفت. ووالله إننا لنرى ما يحدث في الأمم
المكذبة للرسل، خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله به بأسهم بينهم. ينفقون مليارات الدولارات كل يوم في حروب لا طائل منها إلا التخريب والتدمير، إنما هي إرادة العلو، والله لا يجعل الآخرة لمن أراد العلو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وهم يريدون العلو والفساد، وعلامة ذلك أنهم يريدون نشر الكفر في العالم وينشرون الإلحاد حتى يكون مبذولا لمن يريده. وكثير من شبابنا يدخل على المواقع الإلحادية فيتشرب بما فيها من الشبهات وليس عنده العلم الذي يرد به، فهذا من ثمرة كفرهم وفسقهم. فيتبع كثير من المسلمين، أو نقول بعض الشباب وليس كثير منهم والحمد لله، لا يزال قليلا لكنه خطر، لأن الإلحاد إذا انتشر كان ذلك سببا لدمار الأمة، ولا بد من مواجهته، والعلم هو أساس هذه المواجهة. فلا يكون هناك رد للإلحاد والشرك إلا من خلال العلم. وكذلك هؤلاء الكفرة يؤيدون نشر الزندقة في بلاد المسلمين، فينشرون التشيع الغالي وينشرون الصوفية المنحرفة. يا ليتهم نشروا الصوفية التي تدعو إلى الزهد، ولو خالفوا في بعض البدع العملية، لكنهم يريدون نشر الصوفية التي يقع من أصحابها القول بوحدة الوجود، أي يقولون الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. يعترضون على تكليف الله العباد، بل يقولون أن العباد أرباب، هذا الشرك الأكبر. ويقول أحدهم ذاتي لذاتي صلت، ولها صلواتي في لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد أنها لي صلتي، كلانا مصل قائم راكع ساجد لذاته، بحقيقة الجمع في أدى كل ركعتي. هؤلاء الزنادقة الذين يسوون بين الأديان، يقول زعيمهم وكبيرهم محي الدين ابن عربي: قد كنت أبغض المرء إذا لم يكن دينه إلى ديني داني، فصار قلبي يتسع كل صورة، فكعبة طائف ودير رهباني وبيت أوثاني ومرتع غزلاني، أدين بدين الحب أينما توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. يظن كثير من الناس أنه يحب الله، كيف يحب الله وهو يسوي عبادة الأوثان ودير الرهبان بالكعبة المشرفة وعبادة الرحمن؟ نعوذ بالله من الضلال. الغرب هو الذي يريد نشر هذا الفكر الخبيث، تسمعونه للأسف في الليل والنهار، ومن ذلك نشر الكلام عن أن الكفار من اليهود والنصارى يدخلون الجنة، ولا يجوز أن يقال عنهم كفار، والله قد قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
ولذا كان تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيبا لموسى وعيسى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وهذا مجمع عليه بين المسلمين، لا يخالف في ذلك إلا أهل الزندقة. وأهل الغرب هم الذين يؤيدون نشر الإلحاد ونشر هذا الاعتقاد الفاسد بوحدة الأديان ووحدة الوجود، كما ينشرون ما هو أيسر في القبول عند الناس، الشهوات المحرمة، وكل ذلك من أسباب الهلاك إذا انتشر في وسطنا. نعوذ بالله من الفسق والكفر والهلاك والدمار. نسأل الله أن يثبتنا على الهدى ويثبت المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عواقب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، وإلا أوشك الله أن يعمكم بعذاب أو بعقاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المخرج في مقاومة الفواحش والفتن والبدع والمنكرات، التي أعظمها منكرات الاعتقاد والأديان. وإن كانت الفواحش والمنكرات العملية والشهوات من أعظم أسباب قبول الشبهات، فالإنسان الذي يقع في فعل الفواحش حتى يتعود عليها لا يقبل تركها ولو كان بالكفر والعياذ بالله، كقوم لوط الذين ذكر الله قصتهم في غير موضع من القرآن. كان فعل فاحشة اللواط التي يدعو الغرب إليها وإلى حماية أصحابها، بل وإلى قبول ذلك علنا ويسمونه زواجا، أن يأتي الرجل الرجل ويرتبط به ويسمونه زواجا. هؤلاء القوم من شدة إدمانهم للفاحشة لما جاءهم رسولهم كذبوه وأبوا أن يطيعوه وأبوا أن يحرموا ما حرم الله، بل سموا ما يريدونه من الفاحشة فاحشة اللواط حقا. فعندما دخلوا على لوط يريدون أضيافه قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد إلا الرجال. انظر كيف سموا الشهوة حقا، وقالوا: ما نريد بناتك، لا نشتهي النساء، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق من رغبة وإنك لتعلم ما نريد، لا نريد إلا الرجال. نعوذ بالله. والله لقد أخبرني بعض الإخوة خبرا تشيب له الولدان، أن مدرسا
في مدرسة إعدادية وجد طالبا يقول لمن بجواره امضي وقع على هذا العقد، وقع والآخر يمتنع، ثم أمسك بالورقة فإذا بها عقد زواج بين الصبيين، يظنون أن ذلك يجعل هذه الفاحشة حلالا، وهذا الكفر والعياذ بالله. تخيلوا مثل هذا الأمر في مدارسنا بسبب نشر الفواحش وبسبب المواقع الإباحية، ترون أن هذا الأمر يؤدي بنا إلى الرخاء وإلى رفع الغلاء وإلى رفع الوباء، ونحن نعاني معاناة شديدة من هذا الأمر، والغلاء يضرب بثقله على أرجاء المجتمع، الفقراء والمتوسطين والأغنياء، فكيف ترون هذه الفواحش التي لا يريد أحد أن يمنعها إلا من شاء الله وإلا من رحم الله، لكن يمكن أن تمنع، يمكن أن تمنع هذه المواقع الإباحية والإلحادية التي تدمر شبابنا. إن هذا علامة التدمير عباد الله، إن الفسق والخروج عن شرع الله بالكفر أو بالفواحش والمعاصي والمخدرات من أعظم ذلك، فإن الذي يشرب المخدرات والخمر وما أكثر هذا الأمر ليس فقط على الساحل الشمالي وفي قرى الفسق والفجور هناك، بل وفي داخل مساكننا في طرقاتنا تجدون من يبيع المخدرات علنا وسرا، وأوكار الفواحش موجودة، فلماذا لا نقاوم يا عباد الله؟ لماذا لا ننهى عن المنكر؟ لأن ذلك هو الذي يجلب علينا التدمير، لأن الله قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لماذا يهلك الصالحون؟ لأنهم لم يكونوا صالحين، إذ لم يكونوا مصلحين، فلا بد أن يكون هناك مصلحين، لا بد أن يكون هناك مصلحين حتى تنجو الأمة، لا بد وأن يكون هناك دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وليس ذلك على المنبر فقط، بل هذا الأمر مطلوب في الطريق والشارع، حين ترى منكرا، حين ترى موقفا سيئا قل لهم اتقوا الله، قل لهم ثمن الخمر حرام، ثمن المخدرات حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فالخمر محرمة الثمن والمخدرات خمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكذا هذه هذه المواقع الإباحية أخذ الأجرة على توصيلها للشباب وللرجال والنساء أخذ ذلك حرام لمن يعلم أنهم يستعملونها في الحرام. لذا لم يجز بيع العنب وهو عنب لمن يتخذه خمرا، لا يجوز أن تبيع العنب إلا لمن يأكله وليس لمن يتخذه خمرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عنبا لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. نسأل الله العافية عباد الله، إن هناك مخاطر ضخمة تهدد مجتمعاتنا بالهلاك والتدمير وأنواع الفتن والمحن وتفريق الكلمة، كما تفرقت كلمات أمم فدمروا بلادهم، فاحذروا من تفرق الكلمة ومن أن يكون بأسنا بيننا، واحذروا عباد الله من ترك المنكرات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
نسأل الله أن ينجي المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين.